ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمه. وصلنا للفقره الطبيه. موسم الدراسه خلاص قرب على الابواب، ولو جت تسال اي ام نفسك في ايه هتقول لك نفسي ابني يروح المدرسه من غير ما يتعب او يتعبني، وانه يكون واثق في نفسه ومحبوب وسط صحابه وزمايله في المدرسه، وانه يحب المدرسه زي ما بيحب الخروج واللعب اكيد والملاهي. طب ازاي ممكن نعمل ده؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفتي دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشر. اهلا بيكي دندو. اهلا بيكي، منوراني روح قلبي حبيبتي، بنورك طول الوقت يا حبيبتي. عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله كله حلو يا رب دايما. موضوع مهم. طبعا مش عارفه ازاي هنعمل المعادله الصعبه دي، بس احنا هنحاول معاكي، لازم نحاول. ليه بقى؟ لانه فعلا الفتره دي بتبقى شويه مش بس على الامهات، بتبقى كمان على الاولاد مرهقه شويه. يعني احنا بنستعد استعداد وهما بيستعدوا استعداد من نوع اخر. عايزين بقى يعني تقول لنا كده نعمل ايه في القصه دي كده كبدايه، لو احنا داخلين بقى على موسم المدارس وعايزين اولاد اولا التعب يقل، عايزين ان احنا نبقى كمان مش تعبانين معاهم في وسائل الاقناع اثناء اليوم، لان الدراسه بتاخد حيز كبير قوي من يومهم ومن تفكيرهم. قول لنا بقى. لازم يبقى اكيد في لغه حوار بين الاباء والامهات والطفل بتاعهم. تمام. ده اكيد، دي حاجه. وتاني حاجه لازم يعملوا اكتيفيتيز، يعني لازم يبقى عندهم اكتيفيتيز. انت عارفه الاطفال أخرى. يعني بيبقى عندهم طاقه، فلازم يطلعوها في حاجه بوز، في حاجه كويسه. تالت حاجه نخلي بالنا من طريقه اكلهم. وكل مره اقول ان انا بشوف كتير اطفال بيعانوا من سمنه، امال لما هيكبروا هيبقى الوضع ايه؟ صعب جدا جدا لما تلاقي طفل او طفله اوفر ويت. الغلط مش يعني انا ما يعني بيبقى الموضوع مع الاهل، مع الام، لازم تركز في طريقه اكلهم. ما ينفعش طول الوقت الاقي شيبسي، جيلي، مش عارفه ايه، بونبوني، شوكولاتات، بيبسي. البيبسي اصلا غلط جدا للاطفال، عشان البيبسي اي ماده غازيه. مش قصدي مواد غازيه. مواد غازيه. انا اسفه، انا اسفه. اي ماده غازيه، مش بس هي. يعني مش الميه السوداء، ممكن تبقى البيضه، ممكن تبقى حاجات تانية. بالظبط بالظبط بالظبط. فلازم نركز ان كميه سكريات تقل قوي. اوكي. عشان لو اوفر ويت حتى وقتها وهو داخل المدرسه ممكن يحصل له تنمر. ده اكيد. ده بيحصل كتير. وده اللي احنا عايزين نخلي الامهات تخلي بالها بالزبط. منه. ازاي وصعب انك انت تعرفي تسيطري على الطفل. لا ما تاكلش ده، ما تعملش ده، بلاش شوكولاتات، بلاش حلويات. بيبقى صعب قوي، كانك بتحرميه. بالظبط. فهتكلم معاكي ازاي نقدر من غير حرمان نساعد في القصه دي. طيب قول لنا بقى، احنا عايزين فعلا نساعد الولاد، وعايزينهم لو في ولاد وصلوا لمرحله انهم محتاجين نعمل لهم نظام، يعني مع طبعا التغذيه السليمه ومع النظام كويس وما يبقاش فيه حرمان. في عوامل مساعده ساعات بتساعد الامهات. طبعا. خلينا نتكلم عن اللي انت هتكلمينا عنه النهارده. هل هو يصلح ليهم ولاعمارهم في عمر المراهقه والفتره دي؟ يعني هيبقى مناسب ليهم ولا طبعا. جاي اتكلم معاكي على منتج غذائي مصرح من وزاره الصحه، مليان الياف، احسن اقوى حاجه تخليني اشبع او الشباب اللي في سن المراهقه يبتدي يشبع انك انت تديله الياف. منتج بيستا من اقوى المكملات الغذائيه الصالحه والمناسبه للشباب من سن 12 سنه. أوكي. 12 13 سنه يبتدوا ياخدوه. اهو زي ما احنا شايفين ده شكله على الشاشه، مصدر غني بالالياف والكروميوم وفيتامين سي. ايه الالياف اللي موجوده داخل الساشت بتاع بيستا؟ عندي داخل الكيس الواحد فيه ايه بقى؟ بالظبط. عندي الشوفان، عنصر من الالياف قوي جدا، عندي قشور السيليوم، وعندي رده القمح. الثلاثه دول لما بيتاخدوا مع ميه، يعني الثلاثه دول موجودين جوه الساشت، باخده قبل او الشاب او البنت او كل الاعمار على فكره، مش بس بتكلم على الشباب، بتكلم في جميع الاعمار. بس احنا دايما احنا بنقول دلوقتي بنحدد الاعمار الصغيره، ليه دايما بنقول ايه؟ بنخاف عليهم اكتر عشان بيبقى صعب السيطره عليهم. أيوه. في موضوع الشهيه كمان. تمام. فباخد بيستا على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل بنص ساعه. ليه قبل الاكل بنص ساعه؟ علشان الالياف اللي موجوده بتمتص الميه وبتنفش في المعده، فبتاخد حيز كبير جدا في المعده. فالحته اللي تستوعب الاكل بقت قليله. اوكي. فاللي بياكل، اللي متارجت انه ياكل طبق كبير،
هيحطه وكل حاجه هيبتدي يحس ان لا بياكل ربعه بس. والحلو في بيستا انه بيظبط لي معدلات الشبع، مش هاكل الربع ده وبعديها بساعتين اجوع، لا لان رده القمح بتبقى بتاخد وقت طويل في الهضم، فبتلاقي ان من يعني اولموست 5 ساعات انا مش حاسه ان انا جعانه. فانا ببيستا قدرت اظبط الشراهه بتاعه الاكل بتاعتي، بلس داخل بيستا عندي الكروميوم وعندي الفيتامين سي، الاثنين دول بيشتغلوا على حرق الدهون المخزنه كويس. فانا ببيستا قدرت اقلل كميه الاكل اللي باكلها، قدرت اتحكم في معدلات الشبع، وقدرت احرق الدهون المخزنه من غير ما اشتغل على السنترال نيرف سيستم او اشتغل على المخ. فطبعا بيستا امن جدا، مصرح من وزاره الصحه المصريه بيتاخد من 2 ساشت ماكسيمم 3 ساشت في اليوم لو انا اوفر ويت قوي. وموجود طبعا بالصيدليات، والحلو اللي فيه انه بنكهه التفاح. مقبول، مستساغ. مهم يا جماعه ما نحطش عليه سكر، عشان احنا عايزين نخس، فما ينفعش يتحط على الميه سكر، هو اوريدي بنكهه التفاح. او يتحط عليه لبن خالي الدسم، وبدوبه كويس جدا. يعني ادوب عشان الماده الجيلاتينيه دي تبقى كويسه بالظبط، واشربه بعديها بنص ساعه ابتدي اكل. كويس جدا. طيب ده كده بالنسبه للاطفال، او بالنسبه حتى للكبار لو هم في حاله الشراهه اللي حضرتك اتكلمتي عليها. طبعا. تمام. طيب بيستا كمان يعني بصي هنتكلم على استخداماته اللي ممكن انا دلوقتي مثلا بساعد ابني بطريقه تغذيه، واكيد هبقى ماشيه مع دكتور تغذيه ممكن في الفتره دي يساعد في انواع الاكل، لان انا لفت نظري برضو معانا صديقنا احمد رشاد بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا شيف انا لما رحت اعمل نظام غذائي الدكتور كتب لي حاجات كلها ما كنتش باكلها في الحياه العاديه. فبقيت بدخل اكلات انا عمري ما فكرت اكلها، بس لقيتها حلوه وكويسه. فده ممكن يدي استعداد للامهات انها تدخل حاجات ممكن ولادنا ما يكونوش مستصاغينها بشكل، بس يستصاغوها بشكل معين. عارفه لو اهم حاجه ان احنا نحد معدل السكريات والحلويات اللي في اليوم، هي اكتر حاجه بتاذي الولاد بالظبط. ممكن تكون الامهات فاكره ان السكر ده بيدي طاقه في وقت قصير. انا بدلهم شوكولاته، بس بدلهم شوكولاته دارك. هي دي دارك حلوه، في اللانش بوكس بحط مكعبين بالزبط. كبار حلوين بالزبط. لانه في اول اليوم بتديهم طاقه، بتدي طاقه بس مش طول الوقت، من الصبح مش طول بالليل الوقت. بدي البونبوني والشوكولاتات ده ما بيديش طاقه. بالعكس ده هيعرضه لبعد كده لمشاكل صحيه لما تكبر او لما يكبر. فلازم يبقى عندنا الوعي الشديد ده. والحلو كمان ان انا لما اخد بيستا ابدا بالسلطه، سلطه مليانه الياف طبعا، وبروتين رائع، اللحوم او الفراخ او الاسماك بالظبط. لما هبدا بالحاجتين دول هبتدي احس ان انا شبعانه. ممكن بقى اخد كربوهيدرات، بس بدل ما اخد طبق رز طبق مكرونه انا نفسي باخد معلقتين وخلاص شبعت، لان الكربوهيدرات مهمه ان انا اخدها بمعدل بسيط. صحيح. فانا كده ما حرمتش نفسي من الكربوهيدرات، باخد كربوهيدرات بس هتلاقي بمعدل بسيط. السكريات هبتدي احس ان انا نفسي اكل حاجه مسكره، باخدها بالمعدل البسيط. أوكي. ما بحرمش نفسي من السكر بس بالمعدل البسيط. مع الوقت هنتعود. انا اتعودت. يعني قبل كده كنت باخد 3 معالق سكر على شاي على قهوه. يا دندون والله. ده الكلام ده من 4 سنين. يروحي. وقفت، ودلوقتي انا باخد يعني ممكن اخد حلويات بسيطه جدا، بس اي كافي او اي حاجه باخده من غير السكر. لما احط ربع معلقه سكر احس ان ده مسكر، طعم مسكر. صحيح. فهو في الاول اول يومين كده بيبقى شويه صعب، وبعد كده الواحد بيتعود كويس. لان فعلا السكريات الكتير ما بتديش طاقه، بالعكس ده بتدي بعد فتره خمول وكسل، وبيعرضنا لمقاومه انسولين بدايه سكر نوع تاني. طيب احنا معانا تقرير عن حاله ايه، هنشوفه مع حضراتكم وتابعونا. حاله بس من حالات الكبار اللي هم يعني اعمارهم اعمار الشباب، نشوف كده حاله ايه ونرجع مع حضراتكم بعد التقرير نستكمل مع دكتور دينا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، 3 وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح، بس
فكان لذيذ يعني، ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل يعني، وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. ورجعنا لحضراتكم بعد التقرير، شفنا حالة آية، هي حالة من ضمن الحالات طبعا، بس كويس ان هي برضو يعني عندها إرادة وعايزة لازم يبقى عندها إرادة، وبعدين سنها صغير، ما ينفعش في السن ده تبقى أوفر ويت. الإرادة مهمة، وآية بعد ما خست رجعت ثقتها بنفسها. خلي بالك التخن غير المشاكل الصحية بتعمل مشاكل نفسية رهيبة طبعاً، وبيؤدي إلى ديبريشن. أنا لا عارفة ألبس ولا عارفة مكسوفة أروح شغلي، زمايلي كلهم جسمهم حلو، الجاكيت مش عارفة بطني عاملة إزاي، دراعي عامل إزاي، فكل ده بيدي عدم ثقة بالنفس. كل ست حلوة يعني، ما فيش، ربنا خلقنا كلنا في احسن تقويم، ده اكيد، لكن ازاي نقدر نحافظ على جمال ده وما نهدرش شكلنا ولا نهدر صحتنا، ده مهم جدا. وبقول خلوا بالكم من الفيسرال فاتس، دهون الاحشاء، دي اخطر دهون. صحيح، دي اخطر دهون، اللي بتغل الاحشاء، البطن فيها، الكبد فيها، المعده فيها، البنكرياس، بيحصل لي مشاكل في الجهاز الهضمي، بيحصل لي دهون على الكبد، واول حاجه بتتاذى الكبد طبعا. فناخد بالنا من دهون الاحشاء، اهم حاجه ان بطني ما يبقاش فيها الكرش ده، مهم قوي. مهم طيب قوي. احنا بقى دلوقتي خلاص بدانا نعرف انه بيستا تمام، نقول بقى الضروره المهمه اللي اصبح في ناس كتير قوي بدات تبقى عندها الحمد لله الثقافه دي، انه كمان المالتي فيتامين مهم في حياتنا جدا. طبعا، ما بقاش خلاص زي زمان حاجه ترفيهيه. كلمينا بقى لو للاطفال، وهنبدا ناخد الالب مالتي فيتا عشان ناخد الكورس متكامل لاي طفل عنده سمنه، الام تديهوله امتى وازاي، وهو ايه الحاجات اللي هتدعمه بيها في الالب مالتي فيتا؟ برشح جدا مالتي فيتامين، عمل ضجه كبيره بقاله، احنا بقالنا فتره قصيره في المالتي فيتامين، بس الحقيقه عدى مالتي فيتامينز كتيره لانه جواه حاجات مهمه قوي وليه مميزات قويه جدا. ايه هو المالتي فيتامين اللي برشحه؟ هو اي ال بي مالتي فيت، المرخص من هيئه سلامه الغذاء، ده الكورس. يبقى انا على اليمين بيستا اللي باخده قبل الاكل بنص ساعه، والب مالتي فيت باخده بعد الاكل، هو قرص واحد بس من الب مالتي فيت ايا كان العمر، بنبدا ناخده من سن 12 13 سنه لاي عمر. ومهم قوي اللي بيعمل دايت او اللي داخل عمليات سمنه او اللي بيستخدم بيستا، لازم ياخد الب مالتي فيت عشان يعوض له قله الاكل وقله الفيتامينز اللي بتتاخد من الاكل. طبعا الب مالتي فيت اللي بيميزنا انه دخله عائله فيتامين ب الكامله كلها موجوده داخل الب مالتي فيت، الكوبالامين موجوده اللي بيزود لي او بيدعم لي كرات الدم الحمراء، طبعا فيتامين ب معروف انه قوي جدا للاعصاب، مهم قوي لترطيب البشره على فكره فيتامين ب، لان بعد فتره من الدايت تحس ان بشرتك تعبانه، جفت. ففيتامين ب بيعوض ده. انا عندي داخل الب مالتي كمان، الب مالتي فيت كمان فيتامين سي، فيتامين سي مهم للمناعه، مهم للطاقه، مهم لعمليه امتصاص الحديد، لتعزيز امتصاص الحديد، مهم لتعزيز انتاج الكولاجين اللي بينقص. كويس. وفي حاجه مهمه للاطفال برضو، الكالسيوم عشان عظمهم. هل بقى النسبه اللي موجوده فيه فعلا مناسبه للاطفال؟ طبعا النسبه اللي موجوده فيه انا عندي داخل الب مالتي فيت نسبه الكالسيوم 70 فقط. لكن احنا محتاجين اولموست 1000 ملي جرام، انا عندي داخل الالب مالتي فيت 70 بس. مش هيحصل ان الكالسيوم يعلى عندي. أوكي. وباخد قرص واحد بس في اليوم، انا على طول بقول ما نكترش من الفيتامينات. طب تديه له امتى بقى لو في وقت الدراسه ياخد القرص ده امتى؟ ياخده بعد الاكل، بعد الفطار او بعد الغداء بساعه. اوكي كويس. بس كده على كوبايه ميه كبيره كمان، لان الفيتامينات اللي فيه ووتر سوليبل. طبعا داخله زنك، الزنك مهم جدا للمخ، اعلى نسبه في الزنك، ومهم جدا للشعر. اللي بتعمل دايت وشعرها تقول لك شعري بدا يتساقط، داخل الب مالتي فيت الزنك والبيوتين، الاثنين دول مهمين جدا للشعر ولدعم الضوافر. فطبعا الب مالتي فيت مع الكورس، لو حد سالني يا عظيمه اقدر احصل ازاي، طبعا بيستا مرخص
من وزاره الصحه موجود المصريه موجود في وكذلك الب مالتي فيت. بس حد لقيت حد من الساده العملاء يقول لك انا رحت الصيدليه دي لقيت الب مالتي فيت، طب انا عايز بيستا. احيانا بتلاقي في صيدليه ده موجود والتاني لا. موجود او واحد منهم يعني. اوكي، طب ازاي اقدر احصل على الكورس؟ من خلال ارقام شركه بايو ناتشرال اللي ظاهره على الشاشه نقدر نحصل على الكورس كامل، وعندنا دكاتره يقدروا يتابعوا الحاله بنفسهم على الكول سنتر. طب قول لنا احنا بعد قد ايه فتره نقول للام لو هي طبعا حابه تاخده مع ابنها ده تمام، بس كل واحد هيبقى له علبه مستقله اكيد عشان تاخد الكورس بتاعها تام كل يوم واحد قرص. بعد فتره قد ايه ممكن يحسوا بالتحسن؟ للناس بقى اللي هي مش بتخس بس بتاخد مالتي فيتامين يحسن من ادائها وجسمها واداء المجهود بتاعها اللي بيضعف ده. الب مالتي فيت من تاني تالت قرص بتبتدي تحسي بالنشاط، لان انا عندي كل عائله فيتامين ب. فيتامين ب هو اللي مسؤول انه يحول لي الاكل الى طاقه. الب مالتي فيت دخله فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12 اللي هو الكوبالامين. فمن تاني تالت قرص ببدا احس بالنشاط واحس ان انا مش كسلانه مع النوم كويس. يعني انا على طول بقول بحب نغير نمط الحياه، يعني ما ينفعش ان انا طفل الاقيه نايم الساعه 4 الصبح. ما ينفعش اطلاقا، ده مش صح. المفروض النوم على الاقل 8 ساعات، 11 نكون خلاص نايمين، ده مهم جدا. وما ننساش نشرب ميه. الميه مهمه لكل العمليات الحيويه في الجسم، مهمه لسرعه الحرق، ومهمه للتمثيل الغذائي، ومهمه لشعري، ومهمه لبشرتي. والميه لا تستبدل باي حاجه اخرى. ما حدش يقول لي عطشان لا هشرب عصير، او لو شرب مشروبات سخنه حتى يقول لك انا شربت. ما انا شربت لا، هي ملهاش علاقه. الميه ليس لها بديل، وما ننساش لازم نشرب على الاقل 2-2.5 لتر في اليوم. طيب ناخد اسئله من المشاهدين معانا عشان يبقى جاوبناه. ميرفت عدلي بتقول كنت عاوزه اعمل دايت وانزل من وزني، بس كنت عاوزه اعرف هل في نوعيات معينه من الخضروات والفواكه ممنوعه في الدايت؟ في الدايت من اكتر الحاجات اللي ممنوعه اكيد في الدايت البلح، بيتخن في سعرات حراريه عاليه قوي. المانجا، العنب مليان سكريات، والتين الموز بناخده بس برضو ما بنكترش منه. اوكي، والموز المستوي قوي ده. لكن النص ساعه محدش ياكل موز نايم، ما قلتش نايم، بس اللي هو المستوي قوي قوي ده بيبقى فيه سكريات فما نكترش منه بس. طيب رأفت محمد بيقول كان في واحد صاحبي قال لي على نوع دواء للسكر هي أقراص كده، وقال لي إنها بتخسس وفعلا نزلته في الوزن، فهل ينفع استخدمها مع العلم إن أنا ما عنديش السكر ولا صاحبي عنده السكر؟ يعني هو يقصد إنه ده نوع سكر دايت أو سكر خاص بمرضى السكر، فهو بياخده على الرغم إن هو مش مريض سكر. أنا أحب يستشير الطبيب بطنة في الحالات دي، يعني يشوف النوع ده هيبقى مناسب ليه، خطر عليه او لا. أنا احب في الوقت ده استشاره الدكتور غدد صماء، دكتور سكر، دكتور جهاز هضمي، هيفيدوا اكتر مني في الحته دي. لان الادويه انا ما بحبش الادويه اللي تتاخد ما دام انا ما عنديش مرض ليه. فده مهم جدا. لكن لو هتكلم على مثلا اصحاب الامراض المزمنه، سكر، ضغط، كوليسترول، قلب بيسالوني ناخد الب مالتي فيت؟ طبعا بياخدوا الب مالتي بيستا برضو امن جدا. لكن في حاله بس لا قدر الله فشل في الكلى او فشل في الكبد، وقتها استشاره الطبيب. حتى الميه بتتاخد بالحساب مع اصحاب امراض الكلى. لو حد سالني طب انا ست حامل، طبعا الحامل ما بتعملش دايت. اكيد احنا عارفين الحامل ما بتعملش دايت ولا اللاكتيتنج، بس اللي هي بتاخد نظام غذائي مفيد ليها، مش كله مفيد، بس هي مش محتاجه بيستا وقت الحمل، ده مهم. لكن محتاجه الب مالتي فيت. المالتي فيتامين هيبقى مهم جدا ليها، لان الب مالتي فيت دخله فوليك اسيد هيبقى مهم ليها، ودخله الزنك وفيتامين سي، واكيد هتحتاج اوميجا. الاوميجا هيبقى مهم جدا للسيده الحامل. بالنسبه للكالسيوم تقول لك هل الب مالتي فيت كافي ولا لا؟ ممكن بعد الشهر الثالث الرابع لازم هتاخد كالسيوم زياده، لانها بيبي بيتكون وعظمه بيتكون. فوقتها بتسال دكتور النساء بتاعها لو ينفع اخد حاجه مع الب مالتي فيت كالسيوم زياده وقت الحمل بس، وبعد كده بتوقف الكالسيوم زياده وتفضل مستمريه على الب مالتي فيت. الب مالتي فيت بيتاخد قرص واحد بس في اليوم، ما بنكترش عنه. لو حد بيقول لي لا اصل انا نفسي اخد اكتر، وقتها برضو بيرجع يستشير الطبيب بتاعه.
طيب حلو قوي الكلام ده. طيب كلمينا بقى يا زينة يعني شوية كده قول لنا حاجات خاطئة بسرعة كده سريعة في الدقيقة الأخيرة في حياتنا نحاول نبعد عنها بالذات فصل الصيف. عدم شرب الميه السكريات الكتير، برجع اقول الموضوع ده بيبقى خطر جدا. الاكل التقيل قوي بالليل وانام في نفس الساعه، على الاقل 4 ساعات قبل النوم، على الاقل نخليها 3 ساعات مش مشكله، بس مش في نفس الساعه اكل الوجبه التقيله وانام الرئيسيه. ان انا اصحى مش عايزه اتخن او عايزه اخس، فانا مش هفطر خالص، هشرب ميه وانزل. ده مش هيديني حرق اصلا. لازم نفطر، ما بقولش ان احنا نفطر فطار تقيل، يعني في حاجات ما ينفعش نفطر بيها، لكن نقدر نفطر بالالياف، بالخضار، بالبيض المسلوق، الحاجات دي كلها بتديني طاقه. وننام ساعات كويسه. والادويه بناخدها تحت استشاره طبيب، على طول بقول المسكنات تحت استشاره طبيب، وكثره المضادات الحيويه بدون داعي برضو مش صح، ده بيهدلي المناعه. وطبعا لازم اقول ان الب مالتي فيت داعم وقوي جدا للمناعه، لانه بيحتوي على فيتامين سي وبيحتوي على زنك. الزنك اعلى تركيز مع فيتامين سي 500 ملي جرام، اللي عايز يقوي مناعته. يمكن حتى مهم اقول ان الب مالتي فيت مش بس، يعني اللي عايزه تخس بتاخد الب مالتي فيت الكورس، لكن الب مالتي فيت لكل الناس، كل الناس مش بس الناس اللي بتعمل دايت. حبيبتي دندون نورتيني وشرفتيني، يعني اسمحوا لي اشكر ضيفتي طبعا، شرفتني نورتني دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه باي ناتشر. نورتيني يا دكتور دينا، وبشكر طبعا حضراتكم في الاول وفي الاخر لحسن المتابعه، وتحيه لكل من يشاهدني من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه لحضراتكم، اشوف حضراتكم على الف خير، واتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم لحلقه جديده على الف خير وصحة وسلامة، وسلام عليكم.